بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة فعالة للقضاء على السيلولايت في الأرداف، الفخذين، البطن، كذلك إزالة السيلولايت من الكرش وكل مكان متواجد فيه السيلولايت وتراكم الدهون في الجسم. نحتاج في هذه الوصفة إلى الخيار، عصير الخيار، ابشري خيار، اغسليها وابشريها بقشرها وبعدها نعصر الخيار. ونحتاج للبن، اي نوع بن متوفر عندكم استخدموه، النوع المتوفر عندك في المطبخ استخدميه. ونحتاج لخل التفاح. طريقة عمل هذه الوصفة: نأخذ 4 ملاعق طعام كبيرة من البن، ونضع عليها 4 ملاعق من عصير الخيار. 4 ملاعق طعام كبيرة من عصير الخيار، 4 ملاعق طعام كبيرة بهذا الشكل. نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل. ونضيف 1 ملعقة شاي صغيرة فقط من خل التفاح. نخلط البن مع عصير الخيار جيدا، نتحصل على هذه الوصفة السائلة نوعا ما. نقوم بتدليكها قبل الحمام جيدا لمدة 5 دقائق، ونتركها لمدة نصف ساعة مع لف الأماكن التي نستطيع لفها، مثلا الكرش وبين الفخذين، كل الأماكن التي نستطيع لفها بورق الفيلم البلاستيك الغذائي نلفها ونتركها لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة نقوم بغسل المكان بالماء الفاتر وبعدها بالماء البارد. لنتائج أفضل تكرر هذه الوصفة يوميا. ضعيها في علبة محكمة الإغلاق، احتفظي بها في الثلاجة واستخدميها بشكل يومي إذا كنت مستعجلة لرؤية النتائج. إذا كانت السيلولايت عندك خفيفة نوعا ما، استخدميها 3 مرات في الأسبوع. هذه الوصفة صالحة للحوامل وللمرضعات، وكذلك هي صالحة للبنات الصغار لمن يعانون من هذه المشكلة، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.